أسعد الله صباحكم، صباح هذا الوطن الطيب. اليوم معكم من جديد في موضوع مهم جدا بين معظم المعماريين، معظم اللي بيصمموا منازل أو أي مباني. ما هي الطبوغرافي؟ شو علاقة الطبوغرافي في أي مبنى بتصمم؟ اليوم رايح أخذكم جولة سريعة حول معلومات مرتبطة بإشي اسمه سايت جريدينج. ويدج جريدينج هو تهذيب الأرض، هو عملية كيف يمكن أن تتعامل مع الأرض، واللي هو the art of cut and fill، عملية الحفر والردم، عملية التعامل مع الخطوط الكونتورية اللي معظمنا نتجاهلها في معظم الأعمال تبعنا، وتصريف المياه من حول المباني اللي حوالينا. عادة خطوط الكونتور، سأبدأ محاضرتي اليوم، خطوط الكونتور دائما هي خطوط متقطعة، ودائما في ناس كتير برسموها متصلة. الخطوط الكونتورية دائما بتكون dotted lines. والآن أنا بدي أفرض إنه الشمال عندي هون، والضوء يمكن لازم ينزاح شوية لهذه الجهة حتى ما يكون الظل ضارب علينا. أيوة. فأنا لما أرسم، أنا هذا خطوط الكونتور تبعي، بدي أفرض في عندي 50, 45, 35, 25, 15, 10, 5. يعني this is the lowest point and this is the highest point. المبنى تبعي هون، عندي entry من هون، sighting north, south, west, east. أفضل orientation للبيت يكون south، الإكسبوجر الكبير تبعه south to southwest. لاحظوا شو بعمل الآن، south to southwest. فإذا بدي أفرض إنه أنا عندي هذا المبنى وبدي أحطه على هذا الكونتور، إذا بدي أحطه على الكونتور 50 اللي هو هون، معناته في عندي 5 meters drop بين هذا وبين هذا، وخمس drop بين هذا وبين هذا. فI have to redesign، لازم أعيد تفكيري في العمل المعماري. خليني أوضح لكم شغلة صغيرة دائما بتصير معنا، كيف بتعمل sighting a house. هذا خط، هذا عبارة عن كتلة أو مبنى. هلا بدي أورجيكم هذه خطوط كونتور dotted، 5, 4, 3, 2, 6. بدي أفرض بدي أحط خط، بدي أحط هذا المبنى، I want to site it at level 4. هذا level 4. كيف بدي أعمل؟ شو بعمل أول إشي؟ بعمل cross section. Cross section A A، وبجي هيك برسم كل تقاطع السكشن مع خط كونتور، بنزله على، بعمل كروس سكشنال إليفيشن، وبجي هون بعمل خطوط الكونتور تبعي، الليفلز تبعي، هذا 2، هذا 3، هذا 4, 5, 6. هاي كمان بدي أفرض عندي 7 هون، 6 أجا هون، و 5 هون، 4 أجا هون، 3 أجا هون، 2 أجا. هذا بنسميه إحنا طبيعة هيك جاية خط الكونتور. إذا هذا 2, 3, 4, 5, 6. مرة تانية، هذا المبنى أو البلاتفورم اللي بدي أحطه، I want to site it على أرض فيها ميلان متر، مترين، 3, 4, 5، drop من 6 إلى 2. وبعدين بجي على أطراف بلون تاني عشان ما أخربط رسمتي، بجي بلون تاني بشوف، بنزل أطراف البناية أو أطراف المبنى اللي بدي أتعامل معه بأي لون تاني مشان ما أخربط. هاي اللون الأحمر وهذا اللون الأحمر. إذا هذا حفة المبنى وهذا حفة المبنى، بدي أحطها at 4. شوفوا
إذا هي بدها تيجي على level 4. Look at this. بما إنه أجت على level 4 هذا المبنى. إذا هذا كلياته بده يصير شو بنسميه إحنا في عالم الهندسة المدنية وهندسة اللاندسكيب اسمه cut. وهذا إيش اسمه؟ fill. لاحظوا هي واحدة بدي أعمل واحدة تانية أفرض إنه أنا بدي أحطه على 3 على رقم 3 يعني بدي أفرض إنه هاي المبنى عندي ولتسريع العملية ما بدي أعمل هذا dotted lines لأنه برسمه بسرعة A A section نفس العملية بعمل section بالارتفاعات 2 3 4 5 6 هذا بدي احطه على ليفل بلس 3 يعني هون 3 4 5 بعمل نفس العمليه نزلت اورثوغرافيك بروجكشن نزلت انا عمارتي اطرافها بدي احطه على ليفل 3 هاي 3 عندي هون this is 3 هذا 4 سوري هذا 3 هون هي 4 هون 5 هون 6 هون اذا بدي احطها هون المبنى تبعي لاحظوا كل ما نزلت معناته بدي اعمل قطع اكثر اذا صار المبنى تبعه وهذا اللي بتشوفه في معظم البنايات في عمان انه they do more cut than fill they don't balance cut and fill فشو اللي بصير دائما بنبنى عندنا تلاحظوا انه بيعملوا جدران استنادية جدران استنادية هيوج جدران استنادية من هون وهذا كله بنسميه احنا كات الشاطر اللي بيعمل الكات ان فيل بالانسد كيف بالانسد نرجع له طريقة الثالثة انا تجربت في 4 طلع عندي الكات اكثر من الفيل جربته على 3 طلع كله فيل إذا لازم شو أعمل؟ لازم أحطه at level I will try now level 5 جربت 3 4 بدي الآن أجرب level 5 أنا جربت 4 هيك طلع معي بدي أجرب الآن to house it هذا الأرض الطبيعية 6 5 4 3 2 نفس العملية ليش بقول لك هذا اسمه grading هلا احسن ناس بيشتغلوا في الجريدنج اللي بيشتغلوا بالترافيك واللي بيشتغلوا بالهايويز فور لود الاينمنت اند كات اند فيل لكن ايضا جود اركيتكتس دي اولويز ورك وذ كات اند فيل هاي خطوط الكونتور هاي 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5 هاي 6 هاي 7 برجع مره ثانيه بالاصفر بنزل حدود البيت تبعي بدي احطه قلت وين at 5 اذا هون at 5 اذا هذا بده يجي هون صارت البلاتفورم اذا صار البيت او المنزل هون اذا صار شو صار الفل اكثر من ايش من الكات معناته هذا سلاب طلع لفوق شو بيسووا عنا عادة هذه لما يكتشفوها بيعملوها بيسمنت أو بيجوا سيفل انجينيرز بيعملوا وول هون وبتعلق البيت وبضل هذا كات هذا فيل الاركيتكت شو بيعمل الاركيتكت أو اللاندسكيب اركيتكت بيجي على هاي القطعة نفسها سوري بدي استعمل لون ثاني أنا will see if I have another color and if not we'll get colors اللاندسكيب اركيتكت معاه مدى هون بيعمل جريدنج وبيجي هون مع الكت بيوسع الكت لورا هذه خطوط محدثة هاي وهاي خطوط محدثة شوفوا التريك وين مشان أرجع كيف بدها تصير على السكشن وأبنيها معناته
الليفل 5 هون، الليفل 4 تقدم، الليفل 4 صار هون، والرقم 3 صار هون، والرقم 2 صار هون. بعمل ريفيرس، برجع 4 لفوق، وين بضرب هون؟ هاي صار 4 هون، 3 برجعه بصار هون، واثنين برجعه orthographic projection معكوس هون. شوفوا شو سويت في 4، هذا اسمه quick thumbnail grading. هاي 4 عندي هون، شوفوا 4، بجيب 4 تقدم 4، we pushed it forward، اجى 4 هون ولف واجى هون والتقى بعيد عن البيت، واجى 3 هون ورجع 3 التقى مع الاصلي، واثنين اجى من هون واجى 2 التقى مع هون. اذا هاي شو صارت المساحة؟ هذا 4 كله ايش؟ صار فيل، وثلاثة فيل. هيك بيعملوا حسبة الكتن فيل، وهو في علم الهندسة والمقاولات والإنجينيرينج most of the contractors بيعتمدوا على الكت أن فيل، لأنه في بعض الأحيان لا يحسب صح من الإنجينيرز. إذا I'm starting having cut now، بدي أشوف شو صار في 6. 6 5 هاي 5 6، وشو صار في 6؟ it you are pushing، أو 7 هون في 7، معناته I have to see 5 is here 6 is here، معناته بدي أشوف وين راح 6. إذا 4 طلع لهون، 5 رجع، وين بده يكون رجع 5؟ 5 it's on this is 5 this is 6، 6 صار هون. إذا شوفوا شو بدي أسوي، برجع 6 لورا وبجي بعمل هيك، وسبعة كمان لازم يكون في عندي 7، برجع بعمل له some form of development as such. اوكي okay. اذا I am pushing 6، معناته هذا صار عندي ايش؟ this is my cut of 6. اذا صارت 3 أو 4 اضباع عملية الكت مع الفل. اذا I'm starting that. هلا العقل شو بيقول لي؟ I'll come back with another sheet. بدي أجرب، معناته I should make it. خليني أشوف في حدا بسأل أسئلة. What is the best option though? Ah, more cut or more fill. I will show you now. I will show you. قاعدة دائما في العمل المعماري والهندسي. Do not hurt the land by cutting the land. حاول تعمل بالانس بين الكت والفل. انا اي بريفير ا ليتل بيت كت 10% 15% فل عن الكت. انا اي ويل شو يو ناو هاو وي دو ذس، لانه في حدا بيسال، واللي بيسال وي كاد انسر ذيس كويشنز. هلا بدي ارجع هون، لوك ات ذس، هذا المبنى مره ثانيه، هذا اللي بعيده 10 15 سنه بصير ما 15 مره 20 مره بصير ماستر اوف كت اند فل. اذا هذا البيت او هذه سلاب سكشن اي اي، هاي 7 هاي 8 7 6 5 4 3 and 2. وبدنا نرجع مره ثانيه، these are our 8 7 contour 6 contour 5 contour 4 contour 3 contour 2 contour 0. طبعا هاي الارض، هذا 2 3 4 5 6، بدي احطه at 4 level finish floor level 4.5، لانه جربت 3 و4 و5 at 4.5. بجي على الايدجز، come to the edge bring it down guys، بدي احطه at 4.5. هاي 4.5 بلشنا نصير ماسترز. Look at that. تمام؟ Now برجع بالتريك اللي قلت لكم عنها قبل شوية. ما بحط جدار زي ما بيعملوا some of the civil engineers our friends.
لأن civil engineers مع محبتي و I love their work and they're excellent. When it comes to grading, they make it easier by retaining walls. Retaining walls not always the case. إلا إذا بدك تحمي منطقة كبيرة علوم لأنه above 1.5 above 2 meters you need retaining walls. الباقي لازم تعالجه معالجة باللاندسكيب recesses berms push the land with a curve. وهيك أنا عادة بعمل 70% of my designs I don't use retaining walls unless I have to. And look what I do. بجي بحاول أعمل بدي غير الكونتور من هون وبجي من هون هي at the edge of this building I push my contours. إذن هي صار 4 أجا هون 3 أجا هون 2 أجا هون. Reverse it. Please bring it back على السكشن على هذا على السكشن اللي بالنص البيت أو العمارة. I will count it to this is 4. إذن 4 صار هون 3 صار هون 2 صار هون and this is I bring it here. بجي على 4 4 هون هاي 4 و 4 هيها موجودة هون بجي بوصلها 3 وبوصلها مع 3 و 2 بوصلها مع 2 إذن هاي 4 جديد هاي 3 جديد هاي 2 جديد أوكي هيها. That's what I'm doing. نفس القصة اللي أول. هلا بدي أشوف شو صار وراء. When you do fill, contour lines move forward away from the building. When you do cut, you push the contour lines inside the mountain. هلا شوفوا شو صار في 5. 5 رجع صار هون. 6 رجع صار هون. فشوفوا شو سويت أنا. وهي 7. لأنه بده يرجع. هاي 5. برجع بعمل orthographic projection هاي صارت نقطة 5 على هذا الخط ونقطة 6 I'm pushing it صارت هون. شوفوا هاي الأصلي هذا الكونتور الأصلي عندك بده يلف ويفوت ويروح ورا البناية ويرجع يلتقي مع 5 وبده يروح 6 من هون على خط هاد ويلتقي وصار هيك. إذن هاي 6 و 5 7 7 أنا ما عملت اللوكات بس كمان بحدثه وبعمل له شوية تعديل أي 7. إذن this is 7 this is 6. هلا شو صار عندي؟ صار عندي where is my cut هاي 5 هذا اسمه إيش؟ طلع صار البابل تاع الخمسة يقارب الأربعة بس شوي الفل زاد 10% هون. إذن 10% زاد عن الكات وهذا كمان كونتور نمبر 6 هيو 5 6 هي 6 و7 هيو. هلا في تريك تاني باللاندسكيب معظم الوقت keep the water away from the building. كيف بدي اعملها away from the building؟ الخطوط الجديدة اللي طلعت عندي بجي بعمل سويل حول البناية. شو معنى السويل؟ سويل اللي هو المية لما تيجي you should keep it away from the house. هذولا اسمهم سويلز اللي هم كونتورز نفس العملية 6 و7 بس اذا المية بخليها to move away لانه المية عادة على خطوط الكونتور runs perpendicular. هذه قاعدة كمان لازم نعرفها when we are architect. اذا very shortly this is my now new building. This is my شو بيسموه cut. I'm cutting all of this and I'm filling what. شوفوا هاي الكت وشوفوا الفيل. الفيل I'll try to use. This is my fill which is about this is more 10 to 20% more than my simple rules usually we follow. هلا هذولا خلصنا منهم. I want to come to this house. نفس العملية اللي كنت بحكي عنها. بجي على هذا وبعمل a very quick thumbnail sketch. ها
how to cite أي 50 أنا عامل هون 50 45 35 30 25 20 or something whatever it is وهون في عندي كمان 55 هذه العمارة أو هذه البيت which I am housing it هلا بدي أورجيكم كيف إحنا بنشتغل sorry 50 45 40 صحيح 35 thank you يزن 30 25 35 30 25 20 55 this is my house أنا برسم من هيك من مخيلتي okay بس I am citing شوفوا what I'm doing I'm citing my house south southwest على الجهة And I will assume that I have my entrance coming to the house through here. Maybe my parking or whatever is somewhere. Usually when I design houses, you have to make sure. Assume I have my car park. I car park here and move here. This is my car parking and into here. This is my kitchen. This is my lobby entrance. This is my double lobby. This is my bedrooms, and maybe I will have a vertical circulation, takes me up. These are my rooms on the eastern, northern eastern look. وهذا هون في عندي east, which means beds should be here. North should be the kitchen, northeast مشان الهواء تاع الكيتشن somewhere to go out. And I will have my living or my best rooms south, southeast. Where should I have my, if I have a swimming pool? I should put my swimming pool في ناس كثير بيعملوها لأنه موصف القطع الأراضي ما بتجي زي ما بدنا فإيذر it should be north west or south or a combination of both where you have a pool but this is not our issue I will make a section تمام هاي الكونتور رقم 55 هاي وهذا الكونتور رقم 50 وهذا الكونتور رقم 45 وهذا الكونتور رقم sorry, 55, 40, and this is 35. Keep the same drawing. Come back, vertical, بسموه, احنا بنسميه بالعمارة, orthographic projection. بنزل وين خطوطي انا وين ملتقي. هذا الخط, section through my house. وبرسم هون خطوط الكونتور تبعي برسم الليفلز تبعها ارتفاعاتها which means this is 55 this is 50 45 40 30 35 sorry 30 and this is how I go about it my sections تمام I bring down The lines. يعني بعمل زي schedule. If we have any questions, you can ask and we'll try to answer. If not now, later. وبرسمها this kind of a graph. عشان أشوف الأرض الطبيعية وينها. 55. هاي نزلت 55. هاي 55. هاي 55. هاي هذه 55. This is 50. This is 40. يعني drop 5 meters. 35. 40. 35. No, this is something. 55. 45. Sorry. 40. 35 is here. This is my land. تمام? Assume. I want to put the house at 55. إذا حطيته at 55 ونزلت الإجز تبعه معناته كل البيت بده يجي إيش معلق on top which means applying زي ما بتشوفوا في بعض الدول أو على المتوسط أو في بعض هذا أو في لبنان أو في المرتفعات اللي بتشوفوها مطلة على البحار على الإج تاع الماونتينس إج بتشوفوا دايما لفيو إنه the house is almost كأنه معلق أو flying زي ما أنتوا شايفين هون
اذا انا مش معقول قبل ما ابلش اذا مش معقول بدي اطير بيتي. طيب لو اعمله at 55 at 50 شوفوا اذا بعمله at 50 وهي الايدج هذه حد المبنى تبعي هي. اذا بعمله at 55 طار العماره صارت معلقه. اذا بعمله at 50 look where it is now which is almost logic. طيب في واحد بيقول طيب هلا بدي ارجع من هون شو لازم اسوي؟ Look at the trick. I push the contours back. بعمل زي كيرف حتى يصير معي مدى هون وبجي على مقدمة هاي. إذن هذا صار كله إيش؟ هذا الكت الأصلي وهذا الفل الأصلي. هلا I want to add more fill and I want to add more cut. هلا ممكن أرجع الكونتور أكثر إذا بدي لأنه في مدخل هون وقلنا في سيارة. كويس؟ فبصير هذا الكت جديد تبعي لازم كمان أحفر زيادة حتى أعمل بلانس. هلا لما أجي هون شوفوا شو بعمل. هلا بما إنه أنا عملت سويمينج بول هلا بدي أرسم سويمينج بول هون مثلا. خليني أرسم سويمينج بول. pools instead of filling. في ناس they are asking pools. No. When you do pools and you start, of course you will do part of the structure. طبعا القواعد ما بتنبني لسه ما عملنا structural engineering. When you do structural engineering طبعا بدك تحفر اكثر لما يصير في عندك قواعد. You will go down. انا بحكي initially بس كيف بقول القواعد ما بتنبني على طمم. طبعا ما بتنبني على طمم. انا بعمل initial grading للبيت بعدين بدك تنزل اكثر في القواعد وبدك تنزل حسب فحص التربة. And you do this فمعظم ال في كونسيرن عند بعض الناس انه هذا انيشيال كت اند فيل يعني انيشيال كويك ثم كيف تعلقها بعدين بتنزل قواعدك اذا بدك تو ميك ذا ستراكشر. ناو اف اي ام ديزايننج اند اي بوتينج بدي احاول احط انا سويمينج بول هون. لاحظوا هاي سويمينج بول. اي بوت ماي سويمينج بول هون. خلينا نفرض انه ذاتس ماي سويمينج بول. هاي الايدج تبعها صغير. نزلت السويمينج بول اند برينج ات داون برينج ات داون. اوكي هلا سويمينج بول ما اذا بدي احطه على مستوى البيت معناته كمان بدي اعمل فل كثير. بدي اقول لا بدي انزلها على 2.5 لانه الناس ممكن تتحرك وتنزل بدرج او تنزل بشيء. فبدي افرض انه اي ونت تو بوت ات اذا هذا البيت انا حطيته ات 50 اي ونت تو بوت ماي ات 45 اي ونت تو بوت ماي بول. ذس از ماي بول. هلا البول لانه لها حفر فمعناته بده يكون في لها ريتيننج وولز. بس شوفوا إذا صار معظم اللانسكيب عندي on fill حتى أقدر أطلع للبيت أو للعمارة تبعي. فمن الأفضل إنه maybe I push it a little bit يعني بدل ما أحطها at 50 maybe I should put the whole house on 50 شو اسمه on 45. فهلا بدي أرجع كمان مرة وأتشاطر أنا وياكم ونعمل اوفرلي انه انزل البيت كمان. ليش؟ لانه صار اللاندسكيب وصار الديزاين عندي حسب قطعه الارض تبعي وحدودها. بدي ارجع الان اساعدكم وتساعدوني كيف بدنا هذا البيت مره ثانيه. This is my house. This is the frame of the house. واليوم المحاضره شويه more scientific لأنه sighting is important. It's a skill. إحنا تعلمنا بمادة اللانسكيب وإحنا بنعمل ماجستير. أخذنا two courses of grading. درسنا إياها واحد. We've been taught by Sadik Artunich. Sadik is an authority in designing and sighting buildings and grading and how you grade. برجع مرة ثانية على قطعة الأرض وكيف هي بالسكشن موجودة. بحط هدول الخطوط لايت اللي هم خطوط الكونتور تبعي. وبدل ما أحطها at 50 قلت بدي أحطها at 45 the house. Which means if it's at 45 معناته البناية لاحظوا صار كل هذا هون cut.
واجت هون السويمينج بول تبعي بدي احطها، اذا بدي احطها at 45 اذا صارت بنايتي هون، هاي بنايتي تلتينها بالكت، ولسه كمان بدي ارجع كمان لورا شويه مشان بكره افوت او افوت السياره هون على المنطقه هاي، صار هذا كومبليتلي كت. هيو now which means I have to push my contours backwards. هلا بورجيكم، وهون بدي أجي أعمل، هون طلعت عندي بركة السباحة اللي أنا حطيتها وجزء من الحديقة، بجوز أنزلها شوي، بس كمان بدي أنزل أنا. Look at that. بعمل هيك أنا الكونتور. هلا ممكن أعمل هيك وممكن أعمل small retaining walls out of rocks، وبعمل slope وبعمل كمان rocks لما أوصل لحد الأرض تبعي اللي هي هون. This is my land. اللي معظمنا بنعمل retaining walls كبيرة عليها، الأصل ما نعمل retaining، بنعمل 2 meters retaining والباقي it should be fenced or I will make boulders as much as I can. إذن this is my swimming pool. Let me see if I have a blue. Maybe I have a blue. I don't have a blue بس مش مشكلة. إذن صار هذا إيش؟ صار هذا ال... This is my fill. And this is my cut. هلا شو بدي أسوي بالكونتور لاين؟ الخمسين رجع لورا، الخمسة وخمسين صار هون، الخمسة وأربعين هيو هون، هذا هو كله على الخمسة وأربعين، فكله الخمسة وأربعين اللي هو هون بده يلف حول البيت الخمسة وأربعين، هاي الخمسة وأربعين، خليني أشوف كيف هي على الأوريجينال كونتور. Look at that. هلا برجع، هذا خمسة وخمسين، هذا خمس، هذا خمسين. هذا 45. Look what happens. برجع ال 50 backwards. 40 هذا ال 50 هيو رجع لهون. ال 45 اجى على حد المبنى لانه بده يلف، لانه انا at 45 اللي هو هذا هو ال 45، هي ال 45 هيو. اجى لف حول البناية، هي ال 45. وطلع من هون، طلع من هون ال 45، اي 45 and 45. الفيفتي شوف شو بده يسوي، بده يلف حول البناية، بس مشان يلف حول البناية اعمل سويل، اعمل سويل. هلا بدنا نعمل سويل مشان نشيل المية بكرة من الكونتورز ما تيجي حول البيت، وبجي بهاي الطريقة. طبعا في عندي الكراج 55 55، and I will come my 55 comes here، وبلتقي ال 55 برجع بلتقي with itself sorry ال 50 بلتقي مع هذا. Here it is. إذن هذا the new 50 وهذا the new 45، بس ما بيجي بخلي ال 45 هون، هاي ال 45 sorry هاي ال 40، هذه ال 50، ال 45 اليوم ما بخليه هون، بجي بعمل له كمان هيو، ها بزيحه عن بركة السباحة. ونفس العملية شو بده يصير معي بالكونتورز الثانية، I will push هذا ال 45، I will push 40 هون، I will push 45 بصير 40 هون، 40 هون، 35 here and 30 here. برجع بعمل لهم orthographic projection، برجعهم على خط السكشن تبعي، وبجي على خطوط ال 35 ال 40، ال 40 is here، هاي ال 40 بترجع بتلقط مع ال 40، 35 ترجع بتلقط و 30 بترجع بتلقط. إذا كل هذا صار عندي fill. This is my cut. It gets complicated, بس now صار بس تحطها وتعمل completely. في صار عنا what we call بالعلم تاع landscape وعلم engineering and siting، صار في عندي ما يسمى ب software بالengineering بيساعدني أو باللاندسكيب architecture to cite my. طبعا I'm doing quick image. I'm not really لسه designing the full house and the way I'm doing the house. Part of the work بما أنه بنشتغل، وهلا we cited this at 45. والبلكو يا at 45 يا at 42.5، يعني أوطى مترين، مترين نص إذا بدنا من الهذا. مشان أسويها أوطى معناته I have to think how I want to get من بلازا، وكيف بدي أنزل في درج،
والدرج كيف بده يكون. From both ways I have to start thinking of moving people into a swimming pool. وأبلش أتعامل مع الإج تاع الكونتورز. Okay, and then I will start plugging more and more rock formation here and there. خليني أشوف كيف بدي أتعامل. قلنا إذا أنا عندي قطعة الأرض هيك إنه الجهة الجنوبية بدي أحاول كل جهدي يكون عندي إيش فيها؟ deciduous أشجار متساقطة. ليش؟ لأنه الأشجار المتساقطة تسمح إلي بأشعة الشمس تدخل على البيت أو على المبنى تبعي بالشتاء, وبالصيف تعمل good shaded areas especially when you have a nice أو an orientation of a swimming pool. المنطقة الغربية اللي هي هاي كلها evergreen coniferous اللي هم بنسميهم إحنا hope this works. Yes. Coniferous سنوبريات. هون بجي بحط قد ما بقدر deciduous. وعلى فكرة deciduous يعني أنا بحكي عن الجاكراندا, بحكي عن high canopy trees, بحكي عن الروبينيا زوجيو إيكيجيا, أوراق مضللة, أشجار المروح. هلا في ناس بيقولوا طب what is going to happen if I have an area to have fruits? You can do small grid, and you start thinking of plugging in. If you have a big farm or a big site, 5-6 dunams, you start plugging in التفاحيات الدراقية. هلا في بعض أشجار الفواقي لازم يكون في ذكر وأنثى لأنه عملية التلقيح. فهذا جزء لأنه أنت عندك البيت, you should look at seasonal change. إذا عندك دراقيات بجي بحط دراقيات لأنهم زي السيرسس, هلا وقتهم مزهرات, وبحط في المنطقة هاي التفاحيات. وبأحيانا بحط إذا عندي بقايا بالهاد وين في المنطقة المنخفضة شوية كمان بقدر أحط فيها mostly زيتونات. المنطقة الشمالية اللي هي هاي المنطقة vegetable garden. I should make my vegetable garden in the house, and this is deciduous trees, fruit trees, olives and other دراقيات, تفاحيات, almonds. الالمونز والتين make it away from the house as much as you can, لأنه التين عنده expansive root system بتشعب. This is my swimming pool, this is my house, هاي إطلالته, هاي إطلالته, وهذا ال entry statement. I may have a nice double volume inside, لأنه double volumes تعطيك في ممر, في هون circulation. وأنا برسم هذا بقدر أرفع my design into a 3D إحنا بنسميه isometric. Look at this. I will start building my house to see my swimming pool, my retaining walls, my trees, and this is my entry to the house. I have a view which is west, I have a view which is south. I'll have large openings on both. On the east, I should have medium windows so I can get sunlight, easy sunlight. كمان هذا south اللي هو الكيتشن, فاتح بجوز يكون على حديقة خاصة مع الدايننج. Then I start corporating my design. إنه أنا when I am designing, I should think of how to create a relationship between inside and ice. So many ways of handling it. But most importantly, siting a building, it's an art by itself. Siting a house, siting any built
art and science of dealing with land, dealing with the contour lines to balance the cut and fills, to site building safely. Safely, umatkun costly. Now, this is a quick thumbnail grading session. As you can see, when you are working with buildings, wherever you are, do what we call a thumbnail quick site grading exercise. Site grading is important in walkways. We site buildings in our part of the world, most of us as architects, but mostly we ignore the relationship between the house and the street, the house and the site outside. Try to get accessibility 20%, 30%, 40% من فراغات البيت خليها تطلع على حديقة أو تطلع مباشرة بدون levels. بس تطلع لك أبو حوالي 5-7 meters. Then start dealing, putting some steps and make sure that all the steps, كل الدرج اللي برا ما لازم يكون أكبر من 14. It should be 12-14. في امتحان المزاولة المهنية في أمريكا, if you exceed 15 سنتيمتر الدرجة علوها, you will be taken to court إذا واحد تعرقل عليها. طبعا إحنا عنا بتطلع من الدرجة الأولى في العتبة بتدعتر بالعتبة الثانية, لأنه واحدة 10 سنتي واحدة نص متر, لأنه بعد مرات بنترك للمقاول أو بنترك بدون إشراف أو ما بنكون راسمين وعاملين مخططات للأعمال الخارجية. في ناس كثير بيفكروا اللانسكيب نباتات. اللانسكيب هو علم وفن تصميم الفراغات الخارجية for safety and the well-being of people, وما بين التعامل مع السوفت لانسكيب النباتات والمية ومع الهارد لانسكيب اللي هي المنشآت الخارجية, الساحات والأدراج والممرات والمظلات وإلى آخره. فلذلك لما تطلع على حدائق عالمية أو تطلع على حدائق في المنطقة عنا, آخر مرة رحت على الكويت شفت إحدى الحديقة, نسيت شو اسمها لكن لازم أنزلكم صور إلها. صمموها إسبان, elegant design, تصميم مخيف, ولا تقريبا درجة شفت في البارك, كله رامبس, كل هيات عبارة عن منحنيات اللي يقدروا الناس يتحركوا بسهولة. اليوم طولنا عليكم شوي, لكن أعتقد هذه المعلومة بتهمنا. When we cite buildings, can we cite buildings, or if we cite complexes, ورايحين نجي شوية على the planning and how we can make a residential compound to move in and out, وكيف الكونتورز, وكيف الكونتورز بدنا نتعامل مع citing a big complex of 60 or 50 houses. مرة ثانية وثالثة, بس ترسم, حاول ترسم 3 dimensional, حاول بسرعة تعمل thumbnail. معظمنا مبارح كمان بعيدها في كذا نوت بيقولوا طب واللي ما برسم واللي برسم. طب على مثلا انطفت الكهرباء أو كمبيوترك انضرب في البيت, what you gonna do? وهون بيحضرني كلام للتعلم عن بعد لإخواننا الأكاديميين والمسؤولين أينما كانوا. عملية ناجح وعملية راسب وعملية incomplete سأحكي دقيقتين. 1975-76 صارت حوادث لبنان. زملائي اللي معي بتذكروا انحشرنا في الدومز وإطلاق النار ومنع التجول وقعدنا شهر ونص on campus. إطلاق النار وصل عشوائيا إلى داخل الدورمات. في هذه الحالات اتخذت الجامعة قرار immediately, ما كان الوباء ناجح راسب أو incomplete, أعطت خيار الـ incomplete للشباب. يعني incomplete automatically بعمل incomplete. عملوا قصة آخر كم يوم, نرصد العلامات, نرجع العلامات. إخواني الآن في دول العالم حسب اتصالاتي وجدت أنه ناجح راسب أو incomplete أو اللي عنده علامة وعلامته ممتازة ترصد له العلامة. عملنا منها قصة يا إخواني. في ناس ما عندهم كمبيوترات في البيت, في الكمبيوتر إذا انضرب وين بدك تروح تصلحه؟ هذيك النهار صار شت داون بالكمبيوتر. صحيح شباب عندي في البيت المهندسين عامر ويزن وأنا عندنا 2 computers, we are using one now. واحد انضرب, what shall we do? شو بدنا نعمل؟
إذا شو بدنا نعمل في اللي ما عنده كهرباء؟ وزير التربية والتعليم، وهون ملاحظة أخي وزير التربية والتعليم وإخواني الوزراء، أنتم الآن بنمشي مع توجيهات جلالة الملك، يجب أن نخفف على المواطن أينما وجد وأينما كان. رجاء الإعلام والتوجيه المعلوي رسالتنا، المسؤول لما يطلع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حالات الناس أينما كانوا، وأعتقد أنه الآن نحن نعمل ذلك، لكن رويدا رويدا، فلنصبر ونتحمل بعض. والابتسامة لكم، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير.